الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وحي نوصل على درس يعني كتاب كي حديث الأربعين النووية وشلي أن صواب لوني وحن صواق أني كتاب حديث يوه الرئيي كوبات إنما الأعمال بالنيات وحي نوبي حيقوان مانتا أن كقاضنا إن حديث كاللبات إن شاء الله تعالى أو كوار رمية مراتب الدين دين تأيو مارت الدرجة دي هيك إيو مارت إنت دينتين وحيابها كوانتك. عن عمر رضي الله عنه أيضا ما دام شري عن صوم الريب وكحر قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تعبد قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم حديث كان آخرني أي أن ما أنت استدلت إن هدو إلى هيدا ها وحن آخري أي وحوي يدك الربعين يحفظيان إن أي مارتي محوها آخر سكي سنة أي أوقاتان إن شاء الله نطقا أي أوقاتان مركين لحفظيو إن شاء الله تعالى لا يسكت أي وكان لي حديث تن aan marayno oo dhan waa xadiis gaagaaban xadiiskani xadiista ugu dhaadheer buu ka mid yahay ee kitaabkan ku soo arooray inta kale aad bay wada gaagaaban yihiin wuxuu leeyahay cumar ibnu alkhataab ilaahay ha ka raallin noqda ee baynaa naxnu juluusun cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wakhti aan nebiga la fadhinay daata yowmin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وحنا وصابح يسلم مركا النبي أكفر ديني نن دركيس أي آد وعديه شديد سواد الشعر تميه س مدوغونا ومدوغونا وآد درينه تميه أي آد مدويه قال لا يرى عليه أثر السفر لغمانا أركه أو كما موقته سفر رادكي سفر كرادكي سواء تقانين لون مارت افك كويا لا ديديت يعني قفك كم موضع بار كم موضع تمي سوا في الرسن يعني واد قرني سين قف مارت سفر كيميت مركا حالة ديدتك السفر كيما دلقوية قانينا ك
كمان موقته ولا يعرفه منا أحد عدنا جمد إيه هنا مرت عدنا جمد وتقانا أنا مجلت ولا يعرفه منا أحد أحد نجمد إيه هنا ما قرنا يونيكن ونن قرنا يورنا يونيكن وهب المجلو حدنا سفر كمان موضوعه يعني مرت وحى إسقابن لا يعو عجيبين أو في رصدين نين أين قرنا نين سفرنا أون كبو قنين ديارض إيو جام بعشي لرعانا مين جرين وقتها وهدنا النبي قيمت مركا نينكا نوع عاصة أي نو يمد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفرستي نبي حقيسة والنبي صاهر فرسته فأسند ركبتيه وحوتيري لبدي سي جلب ولبدي سي لو أي تيري أو نكي يمد ويانه إلى ركبتيه نبي لبدي سي جلب حقوق أي تيري بمعنى النبي وسيد وفديي قاب كيبو اسنا وقهر يميدو مركاس وقهر كان جلبه سي جلبها النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي لوجي جلبه سي بو النبي جلبه سي حقوغا وسو تيريا وبعنا صهر فرستي ووضع كفيه على فخدي كعميه سينا وحو ساري بودوين كيسي ننكي ساينتو وفرستي أي بودوين كيسينا قعمها الساري ما هينو ساري قاب بودة النبي ما سارينا واتيسا ويا لفتي أي ساري قعمه سي وقال وحونا يري مركوس قاب كاسدا أوي فريستي كدب أي وحوري يا محمد أخبرني عن الإسلام محمد واحد إيغا ورنطا إسلام قبل إيغا ورن قال وحوري رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إسلامك وحوية إنا ترمتد أو إنا تقرتد أن لا, لا إله إلا الله إله موية إله كلا أو حق لغو عابدا إنو ننجرين إله حق لغو عابدا أن إلهي أهيني إنو ننجرين وإنا تقرتا وأن محمد رسول الله محمدنا رسولك إلهي إنو يهي وإنا تقرتا لبدا سوى اسكو قلب وعوشيغ يا مركا شنتي أركان إسلامك هل كان إنا شنيهن وقوم الشيقين لكن وحو شنتي بو نوتيري ترى أهم بانو هلينا حديث كإن وقو حيقانا وحو إنو شيقي دونا إساقونا وحو نصين دونا إنا شنيهن بو مرت ترى أهم نبي قونا وحو شيقي دونا أدوى ليلة حديث كإنو حيقا مركا وإن وقفك وقراء قلبي كيسا وكقراء عرب كيسا وكاقا هضلا شأن لا إله إلا الله إله موية إله كلينو جرين وإن عرب كإيا قلبي وبعي إسوا فقان وغلبي سنة وقبطها وأن محمد الرسول الله محمد نكي إله صادر إنو يهي وإنو قراه ومرت ومرت عرب كيس أو كقرطا قلبي أنا أو كقبطا عرب قرا شكلي يكما في لنا يسال الله وضبا وين يسعدان وإنو عرب ككاها الله قلبي أنا أود داق داقا وقلبي أنا ومرت أو كرمية وعيد الصدا وتكوبا دي واطا وتؤتي الزكاة زكاة إنات بحسيد ويهي إسلامك وحول هذا زكاة أتكبي حسيت وتصوم رمضان بشهر رمضان إن تصومتت وتحج البيت بيتك إلهي إن تحجدت إن استطعت هدي أودت إليه حجك حقيسة سبيلا وضع أهان هداد أودت ووحيا به لقد تغيي قاريدك إيا لقاله إيا عقماتك إيا انت بهدي أدهشد أي إسنك واجبية أركان الإسلام كي واقع كو قال وحوري إنك صدقت رنبات شيختي فعجبنا له والله يا ابني يسأله ويدين يا ويصدقه ونرؤ الرمين يا وحولي سجب السؤال وضع هدنا رنبات شيختي مركا وحولي يا بنيهن وحوي يسيد عادة قف شيخ هذا تمادت مسألة أنا تقرن مسألة أنا أدوي ديسيد مركو كوش يا مسألة هذا قاضنا إسا جزاك الله خيرا بعد الله خير الله كسيو لكن ورن بيس الرم بعض الشيك تاي مركا أرن تابع لا يا بينا إلى ذين كان سؤال شو ويدينا يا هذانا الرم بعض الشيك تاي باء إسكو قبل ويدين ويلا يعني وحيا به منظر كوج السوج علية بيكمل أهيد السوج يدي يريهاي يعني مرتي قفكه فعجبنا له والله يا ابن يسأله ويدين يا ويصدقه قال وحوي للنبي مركا أخبر قال وحوي للنكي
فأخبرني عن الإيمان إيمانك إيغا ورّن وايه بل إيمانك إيغا ورّن أركان الإيمان كي إيشك أركان الإيمان كي بويدينا يتيه لنا أركان الإسلام كي بويدي قال وحوي للنبي أن تؤمن بالله وإن إلهي رميصا وملائكته ملائكتي سوائنات رميصا إله وإنات رميصا وحن لها وإنات محوها أد لسان كاغانا أد كترا قلبي غانا أد كقبط أد كقبط أد قلبي غاغا أد كرميصا كو وإن مرت محوها تانا وإن كو كانين وإن عمل كينا لي ما دا إلا مرت محوها إيمانك وحويا قول وعمل وي مركا وإنات رميصت إلهي سبحانه وتعالى ملائكتي سنة وإنات رميصا كتبتي سنة وإنات رميصا وكتبه ورسله رسوش إلهي صادرين وإنات رميصا واليوم الآخر مالنت آخرنا وإنات رميصا وتؤمن بالقدر ومالن ضنب وأدون كان مركا لقدته أدمالن ضنب الله إمانا يا إنا يجبته وإنات رميصا وتؤمن بالقدر قدرت وإنات رميصا خيره وشره خير كيس إيا شر كيسبا إنو إلهي حقي سكاء هاضي أو إلهي قدري وإنات رميصا قال وحو لننك صدقت رنبات شاكتي قال وحو لن مركانك صدق أخبرني إيغا ورن فأخبرني إيغا ورن عن الإحسان إحسانك إيه وناك سمينت عبادته ولا قوة ناك سمينت إيه ورن إحسانك إيه ورن قال وحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله إلهي وإن أدعابد كأنك تراه سيدي أدغو أركي أوكل فإن لم تكن تراه هداند أهين مذ أركي فإنه يراك إستقعيك أركي مركا سيدي أوجد أدغو أركي أوكل إلهي أعابد سبحانه وتعالى لأن هداند أركي إستقعك أركي لبا قوراد با waxa weeye ilaahay baad hortaagantahay oo ku arkaye ka dhig adiguna inaad arkaysid oo kale marka suur sawir maartay suurayso wa meelahay tusinaysa halkan inaad maartay waxyaabaha ku caawinaya inaad muxuu ah ilaahay subhanahu wa ta'ala aad sawiratid maartay isagu ku horjoogiisa inaad ilaahay hortaagantahay waxa keena waxyaabaha tadabburka waxaad akhriyaysid tadabburkana waxyaabaha xoojiya waxa weeye waxaad akhriyaysid inaad fahmaysid fatahada fahmaysid quraanka aad akhrinaysaad fahmaysid markaasi waxay ku caawinaysaa inaad tadabburkii aad la timaadid ood maartay la socotid iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaad ilaahay kula hadlaysid markaas sidaa awgeed qofka waxaa loo baahan yahay inuu diintiisa barto iyadaa mudan marka koowaad inuu diintiisa barto adduunya mar walba waad u carari oo waad u socon kaana hari mayso ama xamaalatayo adoon aqoonin maartay xamaalatay ama se muxuu aqoon meel sare ka gaadhayo maartay shaqameed mid sare qabsatay intaba waad carari arsaaqadaaduna waa kuu qoran tahay laakiin diintaadu juhdi bay kaaga baahan tahay aad ku baratid oo diintaadi aanad marti ku noqonin adigoo afartan jira adigoo intaa maartay muxuu ahaa sano jira oo diintaadii haddana qariibku ahoon ka garanaynin intii lagu tukanayay xataa macnaheegii aanan garanaynin ama waxyaabihii lagu tukanayay salaadii waajibka ee shanta jeer soo noqonaysay ay ku adag yihiin markaa mushkilad bay noqonaysaa damir la'aan bay noqonaysaa markuu qofku inuu sidaa iskugu daayo yidhaahdo weligayba daba socodkaabaan ahaanayaa diinta lagaama xigo ee waxa weeye diinta waad ula simantahay walaadada ee baro nin walba uu soo bartay nin u dhashay oo si gaara loogu dhalay ma jirto laakiin waa loo kala badan yahay laakiin adigu ha noqonin sifir ee noqo adiguna maarta inaad xariga aad qaadatid amase safarka aad gashid waxbarashada diinta marka wuxuu yidhi waa inaad caabudaa ilaahay sidii adigoo arkaya oo kale haddaanad arkaynin isaga ayaa ku arkaye qaala wuxuu yidhi marka ninkii fa akhbirnii can amaaraatiha amaaraadkeygii iyo calaamadaheega bal iiga waran buu yidhi saacadda maya wuxuu yidhi aaway akhbirnii can isaaca marka hore wuxuu weydiiyey saacaddii laftigeega akhbirnii can isaaca wuxuu yidhi bal saacadda iiga waran saacaddii qiyaamadu goormay dhacaysaa bal xaaladeeda goormay imanaysaa saacaddu qiyaamadu qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam malmas-uulu canha kan saacadda xaggeega laga weydiinaya ee qiyaamada xaggeega laga weydiinaya biaclama min assaa'il qofka weydiinaya ugama aqoon badna
يعني كاغما اقون بدني مرت قيامه داسي غورتا اي دعيسو وايه هل كان وحي كتوسينيسا قيامه النبي جينا صلى الله عليه وسلم حد قدبك ان شاء الله فائدوين كي نوغو يمن دونتا مركان كهدلينا انون النبي صلى الله عليه وسلم غيبك ودا اوغين غيبك وحبال لغا اوغيسي النبي جينا لكن غيبك انون ودا اوغين وكذلك النبي جينا اسكدع في ملائكته انين غيبك وحو الهيك اوغيسي مويهون اوغين لانه وحو كلي هاي هل كان ما المسؤول عنها بأعلم من سائل كاغما اقون بدني سياند اوغرانين وماننا اوغران لاهي ايانان اوغرانين بمعنى ملك جبريل ما يقان ما انت قيامه دعيس مركا غيبك وارت المحوها غيبك مو اوغا الهي مو يعني اظنك و خو اوغيسيو انبو اوغانا يا او انبييديسا و خي و كو اوغيسيو حسنا يا ملائكتي سبا مركا و خو يدي فاخبرني عن اماراتها وايهي بالهدانه قرنينن على مديهيغا لاغو غرتو قيامتي اني سو دواتي لاغو غرانايو بل ايشك قال النبي و خو يدي أن تلد الأمة ربتها وأين دشاء دانتي ربيجيت ربيجيت أم حيئة وعمرت معاني بيكو فسرين علومهم ربيجيت هو يينو علمه أي دشاي أم حيئة هي يا أضامه أنت بطان عرورت أي سيد كو جود لين علمه يجي أنا وعمرت أن أضانه هي نو حرقة يدي أو أضاني ما دي كسي جرته وانو جيجي انو مارتي جاره او مدح او نقضه او مارتي مدح نبان او جاره او مركا رعيات دي باق او كميد نقطة دادكي او مامولي اي كميد نقطة اما يعني مارتي اما سي وحيا بالنقان كرتا علمه اي دا شي انتو علمه عاق نقضه انو علمه اي دا شي اي هو ينما دا مارتي محوها لقربين او هو يدي او قرب كرلوك او ديقو سيدو او مارتي الهي تلمامي سبحانه وتعالى إنه محيط هيداي وعاق كل نقطة. وصدقنا أرينا هذا ما توقف دليلية وارد كيسي دليلية أو كلا تلاقي. للهين وكان ولا تقل لهما أف هكو أرنن أف يعني وكلمة أرد بصلا هكو أرن. مركا هنا هو يدي أيضا شو إلما أن هو ينم ديدي أقرنن أو عاق كوا هنا أيضا شو مركا لاركو على ما ذي هيجي كمتاعي. أن تلد الأمة ربتها وان ترى وان ارجتت باكمد على مدهيغا الحفاه العراه دبكي عغاغنا العراه مقاونا ان درك هيسنين رعاء الشاء رجلك اها يتطاولون في البنيان او كدر او كبرتميه دبقيه مرت مخو اها دبقيه كبرتميه دبقيه كادر يا دبقيه كادر يا ناطحات الصحاب وحان يعني مارتي انو ان دسيا ما بهال ضروره تاواتان دسيا وهلو مجر كو دخل مارتي كو ترتميا ماركا وان منكي كلا هلا ان كبا هيسنين اي نمانكي عاغاغنا اونن اوغانين يعني مارتي مخمش حالدي اي كو جيرين وانت شكريغي الهي اي كتغان نعمه الهي مارتي اي كو بخيان ميلي لوو تلا غلا انت كتغان ان اي قاتان حالد اي كو ترتمان مارتي مخو اها دبقيه اي عمارده اي ايه مارتي انا كاعمة ربير وايه ان بضان بايد عضي وقتية دانا نهد الجوغن التاسي على مضاهاني لبضا على مضاد والنبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحيابها دعا صعودي كميديهن وحيابه هدى وقتية دانا دعايا صعوني اي كميديهن رعاء شاية تطاولون في البنيان ثم انطلق ننكي اياتكي فلبث مليا وحقيب النجادي يعني النبي او حقيب النجادي اما نكي با حقيب النجادي انت تجي كدب اما فلبثنا ان الروايه كالعيد بان فيليا والنجاني وحقيب ثم انت كدب قال وحيد يا عمر نبي اورنيا اتدري من السائل ما اكته قف كان سؤالها مرت ويديي سائل كان سؤالها ويديني ما غرانيسا قال وحيد من السائل قال أتدري من السائل قلت وحانيري الله ورسوله أعلم إله إي رسول كيسة أي أك كرن مايو قال وحويري فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وجبريل أو إذين يمد سؤ الدين تين إذين برو
marka xadiidkii laqmayntiisii oo kooban waa intaasi. Haddii aan waxoogay aan ku soo dul noqonno, marka aan is yar dul taagno macaanida insha allah, bal waxyaabaha laga faa'iidaysanayo dib aan ugu noqonaynaa, laakiin hadda macaanidiisii arkaanul islaamkaan ka soo qaadno. Wuxuu weydiiyey saddex su'aalood: arkaanul islaam, arkaanul iimaan, iyo al ixsaan, iyo ashraatus calaamaat asqiyaama, qiyaamada calaamadaheegii. Marka arkaanul islaam waa maxay? Wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, an tashhada an laa ilaaha ila allah, ilaah mooye ilaah kale inuun jirin, inaad qirtid oo xaq lagu caabudo. Marka qofka waxaa ku waajiba, marka ilaahay waxaad rumaynaysaa inuu ilaahay mooye ilaah kale oo xaq lagu caabudaa inuunan jirin. Marka sidaa awgeed laa baryo cibaado oo dhan waxa la yidhaahdo baryadu cibaadaday ka mid tahay, sadaqadu cibaadaday ka mid tahay, tadaruca iyo isbihinbihintu ilaa cibaadaday ka mid tahay, waa inaad waxaas cibaadada uleeyma oo dhan waa inaad ilaahay siisaa. Allaa ilaaha ay macbuud alla la caabudo oo cibaadada la gaarihi inuunan jirin ilaahay mooyaane, marka isaga ayaa cibaadada iskale. Taa waa inaad rumaysaa, carabka aad ka tidhaahaa, qalbigaagana aad ku qabataa, ficilla aad ku fulisaa, waxa isaga ka soo harayna aad halkaa iska dhigtaa. Wa anna muxammadan rasuulullah, muxammedna rasuulkii ilaahay weeye. Waa inaad rumaysaa muxammedna kii ilaahay soo diray ee ergada ahaa oo addoommadiisu waxa uu rabay inay ku dhaqmaan soo gaadhsiinayay inuu yahay, waa inaad rumaysaa. Nebi Muxammed ilaahay maaha? Nebi Muxammed waa ergo uu ilaahay soo diray basharka oo bini aadamka la mid ah muwaasafaadkii bini aadamka leh, laakiin ilaahay uu siiyey muwaasafaad gaar oo nebinimo oo yacni maarta ilaahay ka ilaaliyey been iyo maarta muxuu ahaa ammaanad darri uu ka ilaaliyey oo fulinaya wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala u soo dhiibo. Culammadu waxay yidhaahdeen oo faa'iidooyinka ka mida aan sii qadimanna ah, maxaa labadaa looga dhigay mid shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxammada rasuulullah, sida xadiidka inoo iman doona oo kale. Labadaasi hal qodob baa laga soo qaadaa, waana labayna kala yihiin. Marka la yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammada, ilaahay inaad rumaysid, rasuulkana inaad rumaysid, mu rasuul yahay ilaahayna maata inuu yahay ka cibaadada mutaystay ee la caabudo, ee keligii in la caabudo mutaystay inuu yahay, nebi muxammedna rasuul inuu yahay. Marka waa laba qodob ayay kala yihiin, maxaa mid looga dhigay? Waxay leeyihiin culummadu waa laba cibaadadan la sheegay ee halkana loogu sheegay, an tashhada an laa ilaaha ay macbuudun bixaq, ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro. Aan nidhi cibaadadu laba taraf bay leedahay, labadaa geesoodii waxa weeye waa midi waxa weeye inaad ilaahay u samaysid oo ikhlaaskii iyo niyadii iyo ikhlaaskii ilaahay aad u samaynaysay, camalkan yaa u samaynaysaa. Niyadu maxay ahayd? Laba jaanib bay lahayd. Jawaanibtii kale markaan ka nimaadno, waxa weeye jaanib ah cibaadadii aad cibaadaysanaysay inaad ku cayintid oo tidaahid cibaadadaa baan rabaa, ayaan maarta aan qabanayaa, waa camalkii aad qabanaysayd markaa aad u taagnayd, iyo ciddii aad u qabanaysay oo ilaahay ah subxaanahu watacaala. Labadaasiba niyaday wadataa, dhinacii ikhlaaskii iyo dhinacii taxdiidkii camalkii aad samaynaysay. Camalkani ma ansaxayo, wuxuu u baahan yahay taraf kale oo ah mutaabaca sidii qaabkii nebigu u samaynayay, waa inaad u samaysaa. Marka jaanibkii ikhlaaskana waxa weeye ilaahay baad u samaynaysaa, jaanibkii mutaabacadii camalkii uu leeyahay qaabkii aad u samaynaysaa nebiga aad ka qaadanaysaa, marka labada saasay iskugu mid u noqdeen oo loo yidhi marka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammada rasuulullah, hal qodob looga soo qaaday waayahay muxammadu rasuulullah. وتؤتي تصوم رمضان أنت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة صلاة وإن أوتيت هل كان لما أرنين صلاة إن تكتت أوحى لي صلاة وإن أوتيت صلاة أوجد يا دوام محي إن أتكو إلى لسيد وقت جيجا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوت وكتاب إلهي وقت ويا الفرض يا لي أو وقت اللو سمي ويين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكتاب له وقتية يعني وواجب وقت له وقت جاء إن تكون إلى لسد وامت إن تقول لما يصير ترتد أركان تيدي
shuruudaheedii horta inaad ka soo baxdid, arkaanteedii aad u dhammaysitirtid, mubdilaadkeegii iyo wixii kaa burinayana aad ka ilaalisid, sunankeegii iyo hay-aadkeegii oo kuu kaamil yeelanayana aad la timaadid. Idan marka waxa lagaaga baahan yahay salaadda markaad gudanaysid waa inaad taqaanaa shuruudaheega ay salaaddu ay maratay muxuu ahaa ay kugu waajibayso. Marka hore, kow, shuruudaha ay kaaga ansaxayso waa inaad garatid oo salaadani ay sax kuugu noqonayso. Waa laba shuruud, labay u qaybsamaano, shuruudu lwujuub iyo shuruudu sixa ayaa jirta. Yay ku waajibay horta maratay maxay camalkani? Salaaddii baan hadda aan ka hadlaynaa. Acmaasha kale waa waajib marka la yidhaahdo ayuu ku waajibay. Waa shuruud bay leedahay. Shuruudee ansaxidda ay kaaga ansaxaysay cibaadada inaad qabatidna shuruuday leedahay. Waa inaad taqaanid shuruudihii ay kaaga ansaxaysay salaaddu. Kow, waa inaad taqaanid arkaantii salaaddu ay lahayd ee tiirarkii ay ku taagnayd ee haddii laga tago ayna salaaddu ansaxaynin. Shuruuddana salaadda haddii laga tago, shardi haddii laga tago ma ansaxayso, rukni haddii laga tagana ma ansaxayso. Shuruudaha waxaa ka mid ah inaad soo weysaysatid, inuu waqtigeegii gaadho, inaad qiblada u jeesatid, yacni maratay muxuu qofkii inuu islaam yahay inuu wax kala garanayuna waalayn wahlu majara, waxaa ka mid ah shuruudihii bay ka mid yihiin. Arkaanteedii marka loo yimaado, taagnidii arkaanteeday ka mid tahay, takbiirtii arkaantayba ka mid tahay, takbiiratulixraamkii, faatixadii la akhriyayay, rukuucdii iyo in lagu xasilo, kasoo toosidii in lagu xasilo, sujuuddii la sujuudayay in lagu xasilo, fadhiga sujuuddii aad kasoo kacaysay, labada fadhi u dhexeeyad fadhiisanaysay inaad ku xasishid, xubin walba marka camal walba markaad samaynaysid waa inaad ku xasishid, xubin walbana meeshii loogu talagalay uu gaadho qaabkii loo sujuudayay. Marka maratay dee tafaasiisheeda loo yimaadee fiqiga ayaad ku qaadanaysaa tafaasiisheeda, laakiin waa inuu xubin walba, rukuucda markaad rukuucdid waa inuu dhabarkaagu simaa, sujuudda markaad u sujuudid waa inaad iskala bixisaa oonaad isa soo ururinina, gacmahaaga aad kala geysaa, wejiga aad dhigtaa halkii la dhigayay, maratay toddobadii xubnood ee laga sujuudayay waa inaad ka sujuuddaa. Waa inaad ku nasato oonaad sidii maratay muxuu ahaa shimbir wax midha guranaya aanad ganaf ka siinin, aad ku nasataa mar walba. Arkaamaheegii waa inaad keentaa ilaa maratay muxuu ahaa atxiyaadkii dambe, salaama nafsigii way farabadiyiin, fiqigaanad ugu imanaysaa, laakiin waxaan rabnaa un tusaale ahaan, arkaamihii waa inaad garanaysaa salaadda si aad salaadda aad u oogtid oo salaad oogan aad u tukatid. Sidaa awgeed nebigu sallallahu calayhi wasalam waa kii u yimid maalin, nin buu u yimid, markaasuu nebiga agteeda ku tukaday, wuu eegayay, markuu salaaddii dhammaystay buu nebiga u yimid oo wuu salaamay. Salaantii markuu qaaday buu yidhi maadan tukanina tuko. Saddex jeer markuu ku celiyey buu yidhi, oo mar walba intuu soo tukado ku imanayay uu u imanayay, wuxuu isku dayay, wuxuu islahaa mar walba salaadda bal wanaaji. Markaa nebigu wuxuu u sheegay maratay arkaanu salaadkii buu u sheegay. Arkaanu salaadkii markuu u sheegay waa maratay intii aan tilmaamaynay hadda, rakacad buu u dhammeeyey maratay muxuu ahaa taagnideedii, weysad uga soo bilaabay, uu yidhi marka inaad weysad shardigay ka mid ahayd takbiirashadii iyo faatixadii iyo rukuucdii iyo toosidii iyo sujuuddii iyo mid walba inuu ku xasilo. Marka culimmadu waxay yidhaahdeen ninkani acmaashan sidaa iswiicita wuu samaynaya, laakiin ninkan wuxuu ka tegayay tumaaniinada xasilida uu ka tegayay, arkaamihii inuu ku xasilo ayuu ka tegayay. Markaa taasaa la yidhi maratay salaadaadu may jirin. Idan hadda annaga maxaad u malaynaysaa, imise qof baa salaadaada maadan tukanin la odhanaya? Marka maxaa ka xun oo ka musiibo badan adigoo intaasoo sane tukanayo salaadaadiiba la aqbalin? Khasaaraha ka weyni muxuu yahay? Ood aakhiradaadii sidaa ku weydiid oo ay noqoto salaadaadii yacni mid aan jirin. Marka waxaa loo baahan yahay salaadda in la ooga buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam, waa in sidaa loo oogaa. Xasanan, watu'tiya zakata, zakada waa inaad bixisaa, zakaduna iyaduna xoolay ku waajibtay. Waxay ku waajibtay zakada markaa maratay muxuu aha qofka xoolaha ay zakadu ku waajibtaa waa dhowr nooc. Lacagta way ku waajibtaa oo dahabka iyo fidada iyo wixii bedelkooga loo isticmaalo sida lacag aan hadda isticmaalo. Waxay ku waajibtaa curuudu tijaara oo ah ganacsiga iyo maratay qalabkan lagu ganacsado, nooc dooni haada ama dhul ha ahaado ama dhismaha ahaado ama bagaashaha badeecad ha ahaado, wuxuu dooni haada wax alle wixii ganacsi u jira ayaa zakada laga bixiyaa. Xoolaha nicmoolayda saddexda nooci geel iyo ariya lo-baa laga bixiyaa. Midhaha kuu soo baxa ee beeraha ka soo baxa ayaa laga bixiyaa. Mid walbana wuxuu leeyahay xisaab lagaga bixiyo.
ولعبت القيمة لها قدر بيلها لقى قبح يشان يسديتن جرام وذهب وحي جاره ايه مارت قيمه هي وجا جاره ايه سنة كسو وريجا يسوى انت هوس وجد يعين بقى ربع العشر بقى لقى قبح هنا يا طبعا ميلاد اه مارت ميل افرتيد يعني افرت طبعا مارك افرتن لا قيبي حولها واحد هي ستيد مارك افرتن او قيبي ست انه النقان ايه مارك واحد بحين يس وحولها هاجي مارك محوها اريجي وكبلا ما يا افرت محوها افرتن بكبلا ما يا لادي صدن جيليشان وهل مجرى مرت ان وحيابه بيرها كسو بحيي زرعي كسو بحيي شن او رر امرك اي مرت وحي شن او رر حول مرك جاران حوله وحا لغا بخين ايا مرت عشر با لغا بخين ايا 10 ميلود ميل با لغا بخين ايا مرك وان قفك يقان محا كو واجبي حولها غار اهان حولها او هيست مرك وحا كغا واجبي زكدي وينو يقانا وحولها كبحي لأن هو حق لقول إيه هو واجب صلاة صلاة أي واجب كأقول تهاي ركن أي تهاي سيدا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أي ركن كأقول تهاي أي ركن قبل أركان تابع الله صفان تهاي وأركان تون الإسلام كيستاجين لا أنتد مركا وإن بحس الزكاة حولها هذا سنة والبا أديكم إن عنا كأي وإن حولها هذا سيه هنا ذو حساب سا وحدو هي ستيغادات قناعسي لها ذو حي بضاعات كجرة وحي قيمها اي مركا جوغان بالله حسابين ايا وحي لعق ايا كاش انا وحويا تاوى لغو بحين ايا لعقت عروض تجارها وحد كوب بحين ايسا قيمه ايقا لعقت مركا لا قيمه ايا انت لعقو نقطة لعق لغا بحين ايا وحانا ويا بقول كيبا لبا ايا بات بقول كيبا لبا ايا بات هذا دون تيد مرت توتار واحد هي ستيد بعد افرت مو قيبين ايسا هذا دون تيد طبعا انت دو قيبي سيد بعد هدنا افر مرت وحان انت طبعا قيبي سيد ايا تلكي طبعا هدنا افر وصي قيبين ايسا وهلو مجرى لو نوع بعض هذا دون تيد برسنتيج بعد كله فنايس الله بيه بات وهلو مجرى مركا زكدنا وان وقفك بحيا وحوله سو الزكدي يقانا ومرت او برتا اسكن بحيا وحق لقول اي هي سيا مساكين تسديد بالا سيا قلالا سيا انما مرت صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين مساكين تي فقراء دي دوتك ودلها يستي مرت ساتك وكغو اي نينكي مرت او شقيناي الى سديد نوع بالاسيا وحنا تسيني ان دتك او كغو واجب ان نفقيسد ما سينيسد لكن دتك اين النفقه دو كغو واجب ان تسيسد بالمات ايات سينيسا وهل مجرن كغدبنو marka waa in zakadi aad bixisa soonka arkaantu kamid yahay soonki waa in la sooma oo waa kan hadda martay muxuu aha duruus dhan oo darsigi iyo hadda iga horeeyay oo dhanba maalin walba ka baxa ahkaamtiisi ramadaanta la maatay lagaga hadlaya waa inaad soonta oo soonkaaga ilaashataa oo ilaashataa soonkaagu waxa weeyaan waa fursad yar oo lagu siiyay bil aan sanadkii fursad 30 ka maalmood baa lagu siiyay sanadkii waa inaad ka fara qabsataa maalin walba marti sida culimadu ay noo sheegayaan maalin walba la sheegayo waxa weey maalin walba dadba jannada laga marti naarta laga xoreeyo waxaanu ma jirro marka inaad kamid noqotid kuwa ugu horeeya laga xoreeynayo waa inaad yaani marti guntiga dishes kaga dhigtaa nabigeena waa ka sida la idin sheegay marti bisha ramadaan yaani marti dadali jiraysi una u dadali jirin waqtiyada kale hasanan wa tasuma ramadaana wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabilan wuxuu ila xajkana waa inaad tagtaa hadii aad awoodid wadaahan marka hadii aad awoodid wada ahaan kuwa kale laftigooga hadii aad awoodid mid walba way ku taala salaada hadii aad awoodid zakada hadii aad awoodid soonka hadii aad awoodid maxaa loo yidhi hadii aad awoodid maartay muxuu ah xajka waxa la leeyahay xajku wuxuu ka duwan yahay maartay cibaadooyinka kale oo waxa weeye wuxuu u baahan yahay juhdi ka duwan kuwa kale waxa la martay muxuu ah xoolo u baahan yahay waqti buu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay an amaan iyo nabadgelyo buu u baahan yahay waxyaabo fara badan baa maartay ku xeersan markaasaas la yiri hadii aad awoodid laakiin inta kala cibaadooyinka kala dhan laftigoodu waxa weeye inta aad awoodid baad la imanaysa salaada hadaanad awoodin taagnida waad fariisanaysa hanka gudbo marka waxa qodobka kale u xijisay waa iimaanki arkaanul iimaan marka halkan wuxuuna tusinayaa malaa'iku jibriil inay islaamka iyo iimaanku ay kala duwan yihiin arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan inay jiraan culimadu waxay yiraahdeen arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan haddii isku mid haddii midkood uu la sheego labadaba uu maartay uu qaadanaya ida jitamaa iftaraqa wa ida iftaraqa jitamaa yani haddii aad midkood la sheego ka kalena waa ku jira haddii labadoodaba la sheego midba wuxuu sheegaya kan maartay islaamkuna wuxuu sheegaya arkaanta aan soo sheegnay ficiliga amalka ee la qabanayo ee xubnahaaga ka qabanaysid maartay shahadada la ilaha illa anna muhammad rasuulullah wa amal qalbiya kalka salaadi soomki zakadi inta kala dhan waa amaal jawaarihi xubnaha aad ka qabanaysid marka acmaasha weeyi
كان كلنا وحي قلبك الله قبنا يو إذ كان رمينا يسد قلبك أغانا إنو يهي مركاسي أركان الإيمان ولا قبا هاني فعل قبنا يسد ما هاني لكن هو واحد اعتقاد يسد رمينا يسد قلبك كو قبنا يسد وتكو قنع يسد مركان النبي وحو يلي وحو يينا إلهي رمي يسد إلهي محاف رمينا يسا إلهي إنو مدي أرد إلهي إنو جروه وات رمينا يسا إلهي إنو مدي يهي بات رمينا يسا إلهي سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض إنو يهي أيات رمينا يسا كوح أبوري مخلوقات كان أبوري أعديك أبوري إنو يهي بات رمينا يسا كعبادة متيستي العابدو إنو يهي أيات رمينا يسا أسماء ديسة إيا الصفات كيسة أيات رمينا يسا وإلهي سبحانه وتعالى أشيكتي أسماء ديسة أيات إلهي سبحانه وتعالى أدوية رسات رمينا يسا سفوين كيسا وإلهي شيكتي أيات رمينا يسا أوند أولين أوند دينعك لأنا درغين السيدة أو إلهي أشيكتي بات إياد مارت أو رمينا يسا من شبه يسيد عدنك ما شبه يسيد عد إلهي لو داكتا إني إنا مارتي وحلا لمدأ أو إلهي شبه دا إني إنا جرين بات رمينا يسا إلهي بانا نطمارتي تانا فري مركا وين أطلب يسيد إلهي جريتان كيسا محو أها أبو كوح أبو ري كاله كاله أبو كأبو ري إله مخلوقات كأردن إنو يهيب أطرمين إيسا كاللو عبادة إيسا عبادة دا متيستا إنو يهيب أطرمين إيسا ك يعني مارت محو أها إن أدو أدو قرتد أسمات إيسا إيا صفات كيسا أي مارت محو أها لقا أغبا هني يهيب مركا إيمان كإلهي رمين تيس وملائكته ملائكتي سوائن أطرمين إيسا ملائكتي سدو دوبها وائن أطرمين إيسا إني ملائكة أي جرتو إلهي سبحانه وتعالى وكأبوري النور أن مارتي محوها أن إلهي عاصين ويفعلون ما يؤمرون وحل فرنا السمائية أن عصيان أقونين إني جران دودو بأهان وحكا لوت رمينا إسا قاركي إلهي ونو مقعابي مقعيدو دان نلو شيغين وات رمينا إسا مثلا وحكا ميدا ملك جبريل إلهي ما نوش يا ملك جبريل إنه وحي كاني جري جبريل وحي كاني جري أو وكهل كان ناقص ون وين مع المجيء عيسى أذكر رميسا ساسو كليتو مرتين حوها ميكائيل ومطركة نبي جينا صلى الله عليه وسلم وين نوش يا مطركة أرزاق ذي وحي عبيه كوساف سن خزن النار نار تنيك مرت خزنة ذي ما نار تهي ومالك إن أتستجنا مع المجيء عيسى أذكر رميسا خازن الجنة الرضوان السجن وعينة مرت الرميسة مع المجي عيسى إسرافيل نافخ الصور كسورة أفوفية وعينة رميسة مرت محوها ملك الموت إلى هيسد ناقوت المامي وعينة رميسة مجي عيسى أنت النلاش يا جي مجعيد ودنا مجع المجعيد ودنا رمينا إنا أنت النلاش يا جينا ضوضو بها ما نوش يا جينا مرك أنت النلاش يا جينا ملائكة ترمى لها ملائكة وحو مرت النبي جينا تلمامي مالنت ليلة الإسراء والمعراج مركي وتجي سدرة المنتهى وعشا جي سدرة المنتهى إن مال والبا تضبات كن أو ملاجي إن يمدين سدرة مرتمحها سدرة المنتهى وحوية هي كعبة ملاعيتة ويان بليلة كعبة ملاعيتة سدنا نو كعبة أنا تجنا بي ملاعيتة هنا مرت وجوس حجيا مرت وحوية مدين وكعبة وحوية هي مرت فوق سبع سماوات تضبات سما الدشيرة مركا وحوية تضبات كن أو ملاك با مالين كستي مادة وين كتجان دبنا وجمع صار نقضان. مركا تيرد ودم حي النقضان يسأ مركا مالن كستو إلى هاي أبورتي تضباطهم كم بأي ما دو مرت محو أكبر حد دبنا وجمع صار نقضان. إيه وحن رمينا ينعو كلا ملاعيت إلى هاي ونوات المعمك هو مرت كراما كاتبين هو قرية ما تجربها جاكو فريه. وح كلا أن رمينا ينع هو مرت مالن تي طواف يهدينا يمر علمي قال له هيو وح لقو برانا يو مرت علمي قاسم محو أها يهدينا يه. كون مرت وحن مرت مرمان انت الجمعة الباب هذا فريسنا قرى يدتك مرت إيمان يصلى الله كله الرئيو ملك والباء ملك إتنا عن شيء ملك الموت ملك مرت محوها وحليه أعوان لا شقية بليهين أعيدها كبضا مرت محوها ملك مرت مالك وخازن النار وحليه أعوان تيسا يستقنا وهل مجرى ملائك تؤد بغفر بديهين مركا كوانا وإنا رمينا انت مقعيد النواشا إنا رمينا انت كلام دودو بها وإنا رمينا وايهي وملائكته وكتبه كتبتي سنة وإن رمينا كتبت إلهي سبحانه وتعالى وسود جيي وإن رمينا كتبتي سنة وح إلهي نوش يجي مجعيد وضع نوش يجي إلى أفر كتاب وتوراة يزبور يإنجيل يفرقان أو قرآن كأ
انت ابو عينات رميسا مقعوقي لكن وحب مارتا او نوشيغ الهي سبحانه وتعالى كوا جريعي هدى الجوغانا كوا الحرفين ايين لكن كوا النبي الانبياء اللي قسوا الدجيي ايان انقو الرمينا اينا لكن كوا هدى الجوغا ومحرف ويان. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وكيل هيله سبحانه وتعالى مركا وحي مارتي محوها و يجا مارتي محوها وين بدلين وين قدرين وين مارتي كالروجين بل وحي السمايين كو مارتي كذب نبي عيسى كذب مارتي محوها اي كقر اي قريبه مركا كتبها الى هي سود جينا وان رومينا ان الزبور هي انجيل هي تورات هي مارتي فرقان بانري او مركاسي تورات اي لا او يهي نبي موسى زبور ويهي داود لو سو دجيي انجيل ساسو كليته النبي عيسى اللهم صل على محمد قران ونبي محمد لو سو دجيي مركا وين تانا وين رومينا ايغنا سيغارا اي وخي كلي اي مارتي انبيادي صحف ابراهيم با كاميدا ايدونا ان رومينا ويهي مارتي وكتابه الهي سو دجيي دودوب اهانتوده انت الهي نو شيغينا ان مغعيدودا سدا ان رومينا وكتبه وملائكته وكتبه ورسله رسوشي سوائنا رمينا رسوشي سوي فربدين إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحو ناشي غي مارتي إمحوها إنو أمت كستا وأسو ساري وكسو ساري أنبياء وكسو ساري مركز سيدة أوجي رسوشي أدو فربدين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا مركز عم بيدوي فربدينهين قرن وانا لا شيغي الا شان يلا باتن با نبي اي رسول اسكو جيرا نلا شيغي انتا سينا waxay kale yihiin oo lagu soo kulmiyay culimadu ay ku martay muxuu aha dad culimada qaar ay ku soo kulmiyeen abyad laba bayt oo martay ay noogu qiyaasayaan waxay martay mid baa wuxuu yiri isagoo noo fudaydinaya sidii aad shan iyo labaatanka nabi aad ku qaban lahayd wuxuu yiri fi tilka xudmata في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا وعيري في تلك حجتنا وتلك حجتنا آيات كبلا بين سوى سورة الأنعام آيات صدح يسديتنات إلى لح يسديتنات سورة الأنعام انت أبو كوضا مركا وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر في تلك حجتنا أي آيضها كدن بأيضا وحا كجر سديد إي طبا نبي أيا لغو الشيغي ويبقى سبعة وهم تضبع كسو هارو تضبع سنة وحوية إدريس هود شعيب صالح إي ذو الكفل إي محوها آدم يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتاسي أنبياء إي الرسول بي اسكو جران نبياء إي الرسول مركا رسوش أي النبي قال لي هذانا كلب بحين تودانا إيادانا مركا كتب العقيدة بعد كسي كلب إياد برندو انتا نبي هو قفك إلا الدري مركا نبي كستا والرسول ما حانو شيدا رسولك وحوة ينك الله الدري مركا رسول كستا والنبي نبي قنا وكالله وحيوضي لكن مارتي محوها آنان لدرين عندك الله الدرين مركا إساق عدي الله وحيوضي عندك الله الدرين والنبي كلية هدي الرسول يهودك الله الدرين الله بدا بيقويه مركا دو دوبهان تيدنا واتا مركا أهلك أوريات سورة الأنعام أفرطاء يضاد لح إلى مرت صدحية سديتن لحية سديتن أنت ويكون حجران وتكسر رح يلا يصير سديت يا طبعا أنت كلنا وأنت أنا هلكنا كل شيء منك وقت ربنا يوم الله حسنا مركا أنت صيها دي أنك قصوا بحنا وكتبه ورسله واليوم الآخر ما أنت آخره وأنا ترميسا ما أنت آخره وحوي ابن آدم كو إلهي سبحانه وتعالى عدم بنا أبوري أنا جون جرين بنا أبوري قف ولا ما أنت يقان وحوي يعني مسجر بعطايمر كل يرادو يقان أنت جرب أنا هم كع كهر محارة هاي وحوي يعني ولا ما أنت بالله أبوري آدم بنا أوه الرئي نم ولا بعدم بالله أبوري سجون جرين بالله هاي سيء مركو مراحشة ومريانة وكان عن أرجنا الدنيا ده براكتيكال كعمو أرجنا الدنيا ردشيرة marku dhamaado marka in la tagayo wa meesha loo dambeynayo in laga tageyni wa qiyaamadu marku qofku dhinto wixii ka dambeeya barzakh buu galaya qiyaamadu marka la afufo kadib marka qasuurta la afufo waxaanu jeeda qiyaamadu markay dhacdo kadibna waxa weeyaan waxa la galaya nolol aanan marti aynan jirin mid ka dambeysa aynan jirin marka maalinta qiyaamana waa in la rumeyaa oo loo diyaar garooba wa iimaankii bay kamid tahay qadarkii wax walba inuu ilaahay qadaray ilaahay wax walba inuu qadaray waa inaad rumaysaa
إلهي وحول بين تو قدرين وأجي هينا حضنا وحنا عينا إنه مرت وإنا ترميسا قدر كإلهي نين كوي مادين جنة إلهي بقدرين نار إلهي بقدرين وححن إلهي بمرت محوها حماطة إيه مرت ثم بإلهي بجدي لأن إلهي سبحانه وتعالى استجى مرت محوها إيه وحنا حرام كدقي وحنا حلال كدقي لكن بني آدم كأنتو مو مرت بني آدم ك إلهي سبحانه وتعالى لا بضرب إسقى أبو رطين جنة يبو أبو ري نار يبو أبو ري أسبابه اللي بدأ بلقو تجينا هو أبو ري بني آدم كان وحسيي وحقو كلا صوع عقلي وحقو كلا صوع كلا ضارب ويني مركا أدو الله بضعسي وين أتكلا ضارتها مركا باب كان مرت محوها القضاء والقدر وحوي عقيدة تقول لي جرس أيضا تفاسيش يد لكن دو دوب كيجو وين أترميس الصدع وهديناه النجدين وحن كلا تصنيل الله بضع وضع وضع دي باطل كيد وضع دي حق أهيد إلى هاي وحقو جري كبي عقلي إيه مسكح أتكو كلا صوعدين تا هذا كم كان تواضع رنتهاي أما إلما يرتهاي تكلفة مليون لكن تا مر كلا جوجو حري ما تجهز كإلى هاي كجر كبا يا مسك هذا كوكلا جراني سيد حق إيه باطل كا وكوس الرعي أمبيو أمبيو وكوس الدري أو أمبيو دي كتوسين ودلا أدنى رئيسي مر كأديك كلا دورنا يبي كدي جنتا مر ك حسن مر كقدرة إيه كرتيد أبو إلى هاي سيي بني آدم كنا مر كأنا كلا دورتان خير كا إيه باطل كا لنا عير راعيان إلهينا أنت بوسي أجا نور بوح ضارنا ينا وسي أجا إلهي أكتي سنة وكقرين هنا وأجي هاي واحد ضارن دون تد واحد قبل دون تدبه إلهي هر وسي أجا حسنا قيا وأن تلد الأمة ربتها ومركع قيا وح ويدية على مضح قيا مضح على مضح قيا مضح وح شاقين بيقولون أقوانين تاو حنك قاضنا إنه هل كان إنه تسنى إسا أنبياء رسول شلفتي وأنبياء ضئيو maraayto intuba inaynaan ogeyn waxa maartay dambeeyay ee muxuu ah qiyaamada inay ka ogeyn wixii la ogeysiiyo mooyo sidaan tilmaamnay al muhiim hadaan duub ahaan aan idhaahno waxyaabahan ka qaadanayna waxa kamid ah xadiidkani waxa weeyaan muxuu ah qofka muslimka in looga baahan yahay qurux iyo nidaam iyo maartay muxuu ah nadaafad in looga baahan yahay sida malaku jibriil uu ugu yimid isagoo maartay talac alina rajul shadid bayad thiyab shadid sawad shaar qaabku ugu yimid malaku jibriil markuu yimid wuxuu wax nagu barayay محو أها مقال كيسة هي قاب كيسة الله بضبع يعني قابكو كوي مد هي قابكو فعلكو سمينا يي وعلمي ونسينا يي بكمد هاي أدبت ونبرا يي بكمد هاي وحك رأو كمد هاي يضنا سؤاله ويدينا علمي بينو أهايان ونبراي مركا وحن كقاضنا إن أسلوب تلو قبا هاني هي أرضي ومركو علمي كقاضنا يا شيخ يسا سو إنو احترامه قابكو أفريسانا يو وحلو بها هاني هي سيدة وقسوة دوادي ملكو جبرير نبقى وقسوة دوادي inaad u soo dhawaatid qofka aad cilmiga ka qaadanaysid oo si aad u noqotid qof diyaar ah qalban wa qaliban qalbigaaga iyo soo jeedba diyaar u ah waa inaad ku soo dhawaatid oo hor fadhiisatid sheekhaaga aad hor fadhiisatid cilmiga in lagu qaato in la hor fadhiisto ee uunan ahayn cilmi maarta ku tidib la yiri baa la yiri maarta laga qaato ama se maarta laga qaato khudbad kaliya inuun ahayn in loo yimaado cilmiga la soo raadsado cilmigu inuu ku soo raadsanaynin oo la raadsado sida uu ugu yimid malaku jibriil halkan uu ugu yimid waxaan ka qaadanaynaa marti amaal waxyaabo fara badan baan ka qaadanaynaa han soo waqtigii baa wanaaga dhamaaday baan filayaa waxa kale aan ka qaadanaynaa hadii aad su'aal aad martay dadka hada adigoon su'aasha yaqaana hadaad aragtid dad kula joogo on oqoonin waxyaabaha ay ka xishoonayaan ama aanan garanayn dad baan martay isagoo aan wax martay muxuu oqoontiisu ay liidato buuna hadan waxyaabuhu baahanaa markuu fursad sheekha u helo aan waydiinaynin marka inaad waydiisid su'aal adigu uga dan leh dad kale inay ogaadaan sidoo malaku jibriil wuu yaqaanay isagu marka nabigu waydiinayay wuxuuna uga dan lahaa waayo waxa kale oo ka qaadanayna qofka qof tusa maratay muxuu ahaa sabab ugu noqda cilmiga inuu isaguna uu la wadaago inuu qofkii wax baray sheekhaaga weeye qofka kugu caawiyay inuu inaad wax baratid qofka jaamacadda ka bixiyay iskuulka ka bixiyay waa sheekhaaga isaguna isaga ku baray macalinkaagii ku barayay isaguna macalin macalinkii dhaqaaluhu kuugu yahay waayo asbaabtu waxay la mid tahay inay yacni maarta qofkii muxuu ah sababka keenay wuxuu la mid yahay maqsadkii aad maarta aad heshayna muxuu ahaa ajrigeygii oo kale uu yeelanaya waayo halkan waxaan ka qaadanaynaa malaku jibriil markuu ka tegay wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam ataakum liyucallimakum diinakum ملك جبريل ما برين إن ذاتك ما أرضى مركا مارتا أنتو صافر سسقو علمي ما برين سقو سؤال بوجيدي مركا سديب وبرية أتاكم ليعلمكم دينكم معلم بالغ سو قاري سؤاشي ويديي ويا ذاتك أرضم بوفا إليي وحلمدي هي معلم كوكلا مركا إيه معاند ويفر بلنتها لقى قاضنا يو
هدي أن مارتي بري إن شاء الله تعالى هدي أن وحيابا أن كسو علين كربا أن كسو علين إن درسي قد دم بأن قادنا إن إنه وحيجة مركا وقت جبين نقد دم ماضي وحن إلى كر جينا إنه نقد وكوي مارتي دين تبرتا كنا الدغمة قول كوجي وفعل كوجنا أسخ أو مارتي سوافقة إنه إلهي نجيرا ونا نجيرا الله سبحانه وتعالى كوا مارتي قول كوجي عمل كوج وكل الدوين هاي إلهي نقصه مارتي محوها خاتمه ونسنا إلهي نصيه بشر رمضان إن إلهي كوا وكأقبل ونقدقه أيا إلهي كبرينا سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.